سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، صحتكم بخير. معليا نقول لكم صحه مامي، نعاد علينا ان شاء الله بالصحه ولهنا والعاقبه للعام الماجي ان شاء الله. وقبل ما نبداو هاد لا فيديو، ان شاء الله ربي يشافي كامل مرضانا اللي راهم في السبيطار واللي راهم في الدار، ربي ان شاء الله كامل يشافيهم، ودعوه من عند غريب مستجابه ان شاء الله كامل ندعو لهم. نبداو ان شاء الله في المولود. انايا توجور نحب ندير رفيس القسنطيني. رفيس القسنطيني كاين بزاف اللي ما يعرفوش، ولا هاد لا غوسيت كانت جارتي معايا هي اللي مدت لي هاد لا غوسيت، ويعجبني بزاف المولود اللي فدرتو. وهذا المولود حنديرو معاكم، نسحقو 4 كيلو تاع السميد المتوسط. انا استعملت سيم لخاطر يجي شويه خشين وشويه ملح، وكيلو تاع ليدان قلت لكم نسحقو 4 كيلو تاع السميد. انا استعملت سيم هاوليك لخاطر يجي شويه خشين على الاخرين، ونستعملو شويه تاع الملح هايليك. والكيله هذه تاع السمن تاع ليدان درت فيها نص زبده ونص سمن، ما نعمروهمش بزاف، شغل كيما رانا حنديروا المقروط. بعد ما تكونوا دخلتوا مليح هذاك السمن في السميد هذاك هكذا، شوفوا يكون دخل مليح، خدموا بزوج جدين، تبداو ديروا نفس الكيله تاع الماء بالعقل بالعقل، وما تعجنوش، شغل راكو غير هكا وهو راه يتلم، ونشوفوا اذا خصفنا على الكيله. تخدموا غير بصباحتيكم هكذا، نرمو كفاتنا هاد الكيله، نخلو مليح. وبعد نجيبو سنيوه تكون صغيره على حساب الكميه اللي درتوها نتوما. انا لي بول ديالي درتهم صغار تاع السميد. هاد رفيس بزاف هايل، وكل واحد وطريقته. كاين اللي يديروا 3 بواحد باش ما يكونش نفهمكم، كاين اللي يدير 3 بواحد، كاين اللي يدير 4 بواحد. انا كنت ندير 3 بواحد ما يجي شويه يقهر، صافي وليت ندير 4 بواحد خير. هكذا راهي تلمت. نجيب سنيوه، تدهنوا السنيوه ديالكم بالزبده. هي المهم حنا ما نسحقوش، ما ناش حنسحقوا هادي مغصو هاد الرفيس. دوك نوريكم لكم كيفاش نرفدوه هكا، ونسقموه كامل في سنيوه. دوكا بعد ما تقسموها مليح هكا، قسموا كيما نقسموا القلب اللوز، وندخلوها للفرن على 160 درجه حتى يحمر لنا ونحوه. كيما راكم تشوفوا، وريهم تشوفوا السنيوه، وريهم السنيوه كي طاب هكا. انا نحبه محمر وهو هكا في الحقيقه، واللي حاب يديروا شويه بيض على هذا يديروا غير بيدو هكا. ها اللي حاب يجوزوا في الروبو يجوزوا في الروبو، انا درته بيدي نفتوه كامل ونعاودوا نولي. جايه درك. بعد ما هكا تفتوه كامل، تبداو الكيله الاولى هيدي راهي بالاسمو، ديروها حليب، شمخوه بالحليب نفس الكيله اللي كيلنا بيها هكا، وندوه نديروه يفور. كنو داير القدر دي دايرين القدره والكسكاس، نفوروه الفوره الاولى، من بعد الثانيه نديروه بالماء زهر، والثالثه نديروا لها الزبده والعسل. هكا درك نروحو نديروه يفور الفوره الاولى. درك هكا انا درنا يفور الفوره الاولى ها درك. بعد ما نفورو التفويره الاولى، الثانيه نديرو ما زهر بركي كان هنا حليب. ونعاودو نديرو هيفار. ريحه الما زهر راهي هايله. كاين اللي يستعمل الماء ورد، انا نحب الما زهر خير. ناس قسنطينه يستعملوا الماء ورد. دوك نعاودو نديرو هاد التفويره، دوك نعاودو نفورو التفويره الثانيه. سا سون فريمون بون. هاي هذيك نتاع نتي وعجبها في بليسيتي، تحت الماء زهر تشهي الزهر. نحطوه يتفور المره الثانيه. الاخرى هنا درت زبده وزيت نفس الكيله هذيك، انا درت الزبده الحره هنا درت هكا، ندخلو كامل في هذه التفويره الاخرى. فوريها بهذا خلاص بالعسل والزبده تمتم، ونحيوها باش نكملو لها التزيين. دوك راهو تكمل التفويره الثالثه. جبت انا شويه تاع جوز، ما حبيتش نخلي درتان لداخل شويه، هذا اختياري، وتخلطوا. ودوك نديرو في الطباسه، انا حنديرو في واحد الطباسه تاع الطين، ونشبحو بالسكر كلاسي
والجوز ونتقدم مع البن. كي نكمل انا كامل ديكوريه ماشي حاجه كبيره نعاود نوريه لكم في صح التقديم. وفي الاخير معليا نقول لكم ان شاء الله نكونوا درنا على الريسيب شويه تاع الفيس القسنطيني وتعجبكم يجي بزاف بنين ويتقدم مع البن وحنا درناه مع البن تاع البقره. والديكوراسيون ديالو هكذا تقليديا نديرو سكر كلاصي وحطينا حبيبه تاع الجوز ما يجيش بالكاوكاو ولا نتوما. وهنا درنا لهم حبيبه تاع الزبيب هذا الكحل درتو بنت عمتي وسربيناه في هادو تاع الحطب هادو تاع زمان وان شاء الله يعجبكم. ايا باي باي ونتلاقاو بصحه مولودكم ومن بعد نوريكم كامل ان شاء الله واش درنا اطباق في المولود.